لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ثم ينتقل إلى سورة الأعراف ويبدأ بقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذن هذا هو موضع الإشكال. الآيات التي ذكرت أولا فيها إثبات أن الجميع سوف يسأل، هذه الآيات تدل على أن هؤلاء سوف لا يسألون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في هذه الآيات كله توبيخ وتقريع، كقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب يا ترى سؤال استخبار واستعلام أم سؤال توبيخ وتقريع وإهانة؟ نتأمل الآيات التي فيها إثبات السؤال ستجد أنها من قسم الإهانة والتوبيخ والتقريع. مثلا كقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، هذا تهكم وتوبيخ. مثلا قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. كذلك قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، أيضا واضح أنه لا توبيخ. وقوله تعالى: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم، لتوبيخ الذين كذبوا. فالسؤال هنا مش لتوبيخ الرسل، إنما ماذا أجبتم المرسلين، هذا لتوبيخ من؟ الذين كذبوا الرسل، كسؤال الموءودة: وإذا الموءودة سئلت، هل الموءودة هي التي توبخ وهي الضحية؟ لا، إنما يراد من سؤالها توبيخ الذين قتلوها، يعني بأي ذنب قتلت. فالمقصود بهنا بالسؤال توبيخ قاتل الموءود. هذا هو الوجه الأول، إن السؤال سؤالان: سؤال استخبار واستعلام واستكشاف، وده غالبا أداته هل. أما السؤال الثاني فهو سؤال التوبيخ والتقريع، وأداته غالبا لما. هذا فيما يتعلق بالجواب الأول. أما الوجه الثاني فهو أن في يوم القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، في بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. ده يوم طوله 50,000 سنة، فأحيانا يقع سؤال وأحيانا لا يقع سؤال في مواضع دون البعض الآخر. الوجه الثالث ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله تعالى. الموضع الثاني في سورة الأعراف قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في هذه الآية إشكال بين قوله تعالى ما منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله ما منعك اللي يسبق للذهن ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد، في حين أنها فيها لا نافية هنا في هذه في سورة الأعراف. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في هذه الآية إشكال بين قوله ما منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون ما منعك ألا تسجد. أجيب عن هذا بأجوبة من أقربها وهو ما اختاره الإمام ابن جرير في تفسيره
هو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه وعليه فالمعنى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير، وقال ابن كثير إنه حسن قوي. ومن أجوبتهم أن لا صلة، بدليل قوله تعالى في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأحيانا لا تزاد في اللغة العربية، مثل قوله تعالى إيه؟ لا أقسم بهذا البلد، تفسيرها إيه؟ أقسم بهذا البلد، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني ليعلم أهل الكتاب. ما فيش لا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعي. نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، في حين أنه قال في سورة أخرى إيه؟ وهذا البلد الأمين، فدل على أن لا هنا صلة أو زيادة زائدة. قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهرها أن معنى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني إيه؟ أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا، بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا على هذا الوجه، أمرنا مترفيها بالطاعة والإيمان فإيه؟ ففسقوا بالتكذيب والعصيان، يبقى هنا لا إشكال. القول الثاني أن الأمر في قوله تعالى أمرنا مترفيها أمر إيه؟ كوني قدري وليس أمرا شرعيا، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، وكقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن ده الأمر الكوني. لكن الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، لأن الله يأمر الناس مثلا بالصلاة، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، أما الكون القدر فلا بد أن يكون واقعا. والأمر في قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المثبت غير الأمر المنفي. الأمر المثبت وهو إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذا أمر كوني قدري، في حين قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا أمر إيه؟ شرعي إرادي طلبي. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه قال خيل مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. وقوله مأمورة يعني كثيرة النسل، مهرة خيول يعني إيه؟ مأمورة كثيرة النسل، وهذا هو محل الشاهد. خير مال امرئ مهرة مأمورة كثيرة النسل، فمعنى قولي أمرنا مترفيها يعني كثروا حتى بطروا النعمة ففسقوا بذلك. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وأمثالها من الآيات كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقال تعالى وكذلك اليوم تنسى، وقال عز وجل وقيل اليوم ننساكم، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أو قوله تعالى وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه المقصود بالنسيان هنا الإيه؟ الترك، أي نتركهم في العذاب، ننساهم يعني نتركهم في العذاب محرومين من كل خير، والله تعالى أعلم. واضح؟ فنسوا الله فنسيهم يعني إيه؟ تركهم من هدايته. كذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب، وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب محرومين من كل خير، مش النسيان اللي هو ضد الإيه؟ الذكر. قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، أنه شبه العصا بالإيه؟ بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات، كلمة الثعبان تطلق على الكبير من الحيات،
وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان هو الحية الصغيرة، فكيف شبهه بالثعبان في موضع والثعبان كبير، وهنا وصف أنه إيه كأنها جان، شبهها بالجان والحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها لأنها كانت كبيرة، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها لأن الأصغر يتحرك أسرع، فهي جمعت بين الوصفين، شابهت الثعبان في ضخامته وشابهت الجان في اهتزازها وخفة وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، لأن الثعبان لما يكون كبيرا بيكون حركته بطيئة أو ثقيلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.